إذن الأعمق والأعم يا مولانا، البر أم الإيمان؟ لا، الإيمان هو الأخص، هو الأخص الإيمان، لأنه هو بيتأتى يعني ده جزء لا يتجزأ. ما هو خلي بالك يعني إيه أعم ويعني إيه أخص. إذا أردت المرتبة فهو أخص من الأخص، يعني لابد الإيمان، لأن في مؤمن مش بار، في مؤمن مش بار لكنه لم يصل إلى أن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، لا ما وصلش لغاية كده، واخد بالك ازاي؟ طبعا هي مما تحبون، ولكن علشان بس ما هو ما هو قالوا انه هي دي الآية الوحيدة او تكاد الموزونة، ايوه، على 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 الشعر بس تقول تحبوا بقى، تحبون هتكسرها شوية بسيطة يعني كده، يعني عشان يكتمل الوزن يبقى تحب بس، ولكن تحب. الآية جاي حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، فكده خلاص، واخد بالك كده، خلاص نفدنا من البيت، من الوزن الشعري، الوزن الشعري. فالمهم انه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هي متقسمة كده يعني. فهي ايوه، لانه البر دي حاجة عالية، فهو يعني كل بر لابد أن يشمل الإيمان، لكن مش كل إيمان لابد أن يشمل البر. وأدام كل بر يشمل الإيمان يبقى هو الأخص، لكن مش كل الإيمان فهو الأعم. ده بالعموم والخصوص المنطقي. لكن واحد يجي يقول لك طب لا، ما هو يعني إيه، ما هو مش هيعرف حتى يعملها. لا، هو البر أخص على طول الإيمان أخص ولا البر يا بولانا؟ البر أخص من الإيمان، من الإيمان، الإيمان هو الأعم، هو الأعم إيمان، لأن الإيمان فيه ناس كتير مؤمنين، أيوة، لكن بعض هؤلاء المؤمنين وصلوا إلى مرتبة البر. أيوة مولانا، إذا ما كانت البر هي ترقي، نعم، من درجة إلى درجة، هل البر أنواع سلم بنصعد عليه لكي نصل إلى قمة الهرم لنتحقق كما يقول السادة الصوفية بالبر بهذا المعنى؟ هو مش أنواع، أيوة، يعني هو إنما هو واسع واسع. يعني لما النبي عليه السلام أمرنا بالصدقة، وأن الصدقة على المسكين صدق، وعلى ذوي القربى ثنتان، شوف إزاي، على المسكين صدقة واحدة، طب وعلى ذوي القربى اتنين. أنا قريبي وفقير فأعطيته نفس الصدقة اللي هديها للغريب، لكن الأقربون أولى بالمعروف. ليه؟ لأنها تنتهي صدقة وصلة. فهنا إذا أردنا أنه مظهر البر قد يتكاثر كثير، عندما يكون هناك بر بالإنفاق، وبر بإقامة العبادة والاستدامة عليها، وبر بحسن الخلق، وبر أنواعها هكذا. ولكن البر هو في الحقيقة، في حقيقته هو درجة واحدة من الدرجات العلى التي يصل إليها المؤمن. طب أعلى مراتب البر يا مولانا، وإذا كان هناك يعني مش هنقول درجات، ولكن هي كما أشرت فضيلتكم، أعلى مراتب البر إيه وأصل إليها إزاي؟ هذه هي نص الآية، أيوة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وليس مما تكرهون.